اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Lesson number 16. We will now practice to connect letters having Shadda, Sukoon and Mad. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشر. تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. لام فتحتين لن ضالن. دال فتحة ألف مد با شد داب. با فتحة با تا كسرتين تن دابة. حا فتحة ألف مد جيم شد حاج. جيم فتحة جا كاف فتحة كا حاجك. حاجوك. لضالون. ولا الضالين. همزة فتحة أ تا ضمات أتو. حا فتحة ألف مد جيم شد حاج. جيم ضم واو مد نون شد جون. نون كسرى ياسكوني. أتحاجوني. ولا تحاضون. واو فتحة صاد شدة وص. صاد فتحة ألف مد فا شدة صاف. فا فتحة ألف صغيرة فا تا كسرتي والصافات. جاءت الصاخة. فا فتحة فا همزة كسراء ذا الفتحة ألف سكون ذا. فإذا. جيم فتحة ألف مجا
همزة فتحاء. فإذا جاء تا كسرة طا شدة ط طا فتحة ألف مد ميم شدة طام. ميم فتحة ما تا ضم لام سكون تل. فإذا جاءت الطامة كاف ضم باسكون كب را فتحة ألف صغيرة را. فإذا جاءت الطامة الكبرى لا إله